فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ينبغي لطالب العلم أن يقدم نفسه لتدريس الناس في بلاده في المسجد، أو أن الأفضل أن ينتظر حتى يطلب منه الناس ذلك؟ إذا كان عنده استعداد ومعرفة يدرس ولا ينتظر الناس يطلبون منه، يبذل العلم والنصح للناس وينفع الناس، يمكن الناس ما دروا عنه إن عنده علم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.